بابل هي مدينة عراقية، كانت عاصمة البابليين أيام حكم حمورابي، حيث كان البابليون يحكمون أقاليم ما بين النهرين. وحكمت سلالة بابل الأولى تحت حكم حمورابي منذ عام 1792 إلى عام 1750 قبل الميلاد في معظم مقاطعات ما بين النهرين. وأصبحت بابل العاصمة التي تقع على نهر الفرات والتي اشتهرت بحضارتها، وبلغ عدد ملوك سلالة بابل والتي عرفت بالسلالة الأمورية أو العمورية 11 ملكا حكموا 3 قرون. في هذه الفترة بلغت حضارة المملكة البابلية أوج عظمتها وازدهارها، وانتشرت فيها اللغة البابلية، حيث ارتقت العلوم والمعارف والفنون وتوسعت التجارة لدرجة لا مثيل لها في التاريخ. وكانت الإدارة مركزية والبلاد تحكم بقانون موحد سنه الملك حمورابي لجميع شعوبها. عام 1595 قبل الميلاد دمر الحيثيون بابل، لكنها عادت للازدهار مرة أخرى في زمن الملك الكلداني نبوخذنصر، حيث قامت الإمبراطورية البابلية الثانية، وكانت تمتد من البحر الأبيض المتوسط وحتى الخليج العربي. ثم استولى عليها قورش الفارسي سنة 539 قبل الميلاد، وقتل آخر ملوكها بلشاصر. كانت مباني بابل من الطوب الأحمر، واشتهرت بالبنايات البرجية الزقورات، وكانت بها معابد للإله الأكبر مردوك. بابل هذه المدينة العظيمة التي بلغت شهرتها الآفاق بزقورتها وبرجها الذي لامس السماء بحدائقها المعلقة. بابل المدينة التي كانت مطمع لكل الإمبراطوريات في العالم، حتى أصبحت هي الفصل الأخير في حياة الإسكندر الكبير. بابل حاضرة في قلب كل الأديان من اليهودية إلى المسيحية ثم الإسلام، حيث ارتبط ذكرها دائما بالغموض والعظمة، من السبي البابلي الأول إلى قصة هاروت وماروت والسحر العظيم. دخل اليهود العراق عندما تم سبيهم من قبل الآشوريين ثم البابليين، حيث تم تدوين التوراة في بابل بعد السبي، حيث استمدت الكثير من القوانين البابلية ودونت الكثير من تاريخ بابل والعراق بصورة عامة، حيث كانت المصدر الوحيد لتاريخ وادي الرافدين قبل حل لغز اللغة المسمارية في القرن 19. موجات السبي البابلي الثلاثة لبني إسرائيل كانت أولاً سبي سامريا 721 قبل الميلاد، حيث سبى الآشوريون اليهود وعلى رأسهم الأسباط 10. سبي يهواخين عام 597 قبل الميلاد، حيث سبى نبوخذنصر 10,000 يهود من أورشليم إلى بابل. سبي صدقية عام 686 قبل الميلاد، التي كانت علامة لنهاية مملكة يهودا وتدمير أورشليم وبعبد سليمان الأول،
40,000 يهودي تقريبا تم سبيهم إلى بابل خلال ذلك الوقت.